هيا الحكاية نهايتها سعيدة حكايتي أنا وياك رح اكتبها بإيدي لو قلبك باقي هون وحلمك بعده عالبال مشي معي من اليوم نكتب قصة خيال بدي نسافر على دنيا بعيدة ننسى فيها كل المسافات بدي نحاول نحكي لهم قصة جديدة تنغير فيها مفهوم الحياة سطير وخبريات ترافقني بالأحلام خلي حكايتنا تكون أجمل من هالحكايات فيها اسرح بعيون ترجع لي هالذكريات بدي نسافر على دنيا بعيدة ننسى فيها كل المسافات أحباب تركوا بقلوب حرقة نامت مشاعر نسيت بكرة اللي جاي نسي مع هالقلب ينهي آخر الحكاية بدي نسافر على الدنيا سافر